تريد الكنز يا ريف؟ كله لك. خرجك من هنا. أحاول. ثقيل. حاول. لا فائدة. حاول دانيال. لا فائدة. هيا. نيتن. اللعنة. اسمعني. اسمعني. كل ما أردته هو العثور على هذا الكنز. سابلة. نجحنا. نجحنا يا أخي. لا بأس. سنجد وسيلة. فلترحل. لابد وأن هناك. فلترحل. هناك شيء. لا وسيلة أخرى. هيا يا نيتن، يجب أن أطمئن لنجاتك. نيتن، المكان كله على وشك الانفجار. وجدتها. وجدتها. ماذا تفعل؟ ثقبي. لا عدل. أخفض رأسك. نعم. هيا. هاي سولي، وصلت إليهما. أين أنتم؟ نحن هنا. لديك كل شيء؟ نعم، أظن. يمكنك بيع ما تركته خلفي. ألا تريد التوصيل؟ بعد الأيام الماضية أفضل طائرة بها خدمة المشروبات والمقاعد المنبسطة. أيضاً أنا وهي لدينا ما نناقشه. نعم، هذا صحيح. لا مزيد من المكالمات في وقت متأخر لتقول مرة أخيرة. وعد. شكراً صديق. انتبه لنفسك، ابقى على اتصال. المرة القادمة الشراب علي. لن أنسى ذلك. والأرنب يهرب على أي حال ويترك مفاجآت صغيرة أرنبية على فراش المهلا. ماذا تقول لها؟ عن مرحلتك السحرية الصغيرة. كم أكرهك. ما كان اسم شهرتك؟ هيا أخبرها. نيت العظيم. ليس مضحكا بل معقول. مبرراته كانت كنت بارعا جدا. اسمع يا سام، مقابلتك كانت تجربة مثيرة. بمصافحة و... عانقيني يا أختي.
اعتني بهذا الأحمق، اتفقنا؟ سأفعل. سوف ألحق بك. نعم. تعجبني. كان الله في عونها، يبدو أنها تحبك. أعرف هذا. ما زال العرض قائما. أقدر ذلك لكن سأرفض. إن كنت تشعر بأنك تفرض نفسك، الأمر ليس كذلك. ليس كذلك. ربما القليل من ذلك. لكن اعتقدت أنه بعد عثورنا على كنز إيفري سأكون راضيا. ولكن الآن ينتابني شعور غريب بالفراغ. نعم، برغم ما ستحتوي عليه المغامرة التالية من إثارة، سيظل لديك نفس الشعور. أحيانا يكون عليك اختيار ما ستحتفظ به وما ستتخلى عنه. حسنا، أعتقد أنني لم أصل لتلك المرحلة. كما أنك تعرف بعض المدن الأثرية، ولن أسمح بهذا. لم أزر بعضها. شكرا لك. هذه توصيلتنا. نعم. سام، أنجزنا. بالتأكيد يا أخي. تعال. لا تفعل أي شيء ما كنت لأفعله. ارحل عن هنا، ابتعد. معك ثقاب؟ نعم. إذن فيكتور، ما التالي لك؟ قبل أن أتورط في هذا، كنت أعمل على صفقة من نوع ما. من نوع ما؟ خطرة؟ مع هؤلاء الناس، نعم، إنها هناك. من المصادفة أنني أعرف شخصاً خرج من السجن مؤخراً، قد يكون مثالياً لهذا. لا أعرف، هل هو جدير بالثقة؟ تقريباً. أيجيد البرتغالية؟ كوندو سيو مريدو فولتر باراكازا. ما معنى ذلك؟ متى سيأتي زوجك؟ جيد، هيا. ألديك من هذا السيجار؟ لا تبالغ في الأمر. صباح الخير. إنه صباح كله خير فعلا. سأسألك، ما الأمر؟ حصلت على عقد كبير؟ بل شيء أفضل. أنا على وشك بيع جيمسون مارين. بلا مزاح؟ نعم. واو، هذا أعتقد أن التهنئة واجبة إذن. ها؟ ليس بعد، لكني واثق أن البيع سيتم. فوضوا كثيرا، لكننا وصلنا إلى اتفاق يرضي الطرفين. هذا عظيم. نعم. هل ستبقى هنا؟ لا 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 لا، أعتقد أنني أفضل الاسترخاء وقضاء الوقت مع العائلة والذهاب للصيد. هنيئا لك. من الأحمق الذي سيشتريه؟ أنت. ماذا؟ حقا، بجدية؟ نعم بجدية. لحظة، جيمسون، انتظر انتظر يا رجل. هاي، صباح الخير. ماذا تفعلين هنا؟ فكرت في إلقاء نظرة أخيرة. المفاتيح مع زوجك. حسنا. عظيم. هذا حقيقي؟ نيت، لعلمك ستقوم باستثمار حكيم. افعل الصواب هنا، اطلبيني. حسنا، اهلا. اهلا. هل ستشترين جيمسون مارين؟ نحن سنشتري جيمسون مارين. حسنا، كيف؟ لماذا؟
سمعت عن عملية استخراج سفينة قبلة ساحل ماليزيا وفكرت أنها مهمة. لا لا عزيزتي اسمعي، لقد نجونا بصعوبة من ليبرتاليا. نعم. إجراء مهمة غير شرعية؟ تعرفين إلى أين يؤدي ذلك؟ من قال إنها غير شرعية؟ انظر، وصلت هذا الصباح. هذه قانونية؟ نعم، بعض من معارف القدامى أجر اتصالته مع مكتب التصريح الماليزي. كان رائعاً، لم أضطر حتى إلى الرشوة. هذا جيد، لأنني لا أعرف كيف سنتحمل تكلفة القيام بهذا. خذ، افرد يدك. ماذا؟ افرد يدك، هيا. لباً. نعم. أين وجدت هذه؟ كانت في جيب سترتي مع مجموعة أخرى. مجموعة؟ سام، إنه ماكر. نعم، سنضطر إلى انفاق غلبها كتكاليف مغامرتنا مع ثمن معدات الكاميرا. معدات الكاميرا؟ نعم، طالما سنسحب الحمولة من الأعماق فربما يمكننا استئجار طاقم صغير ونصور العملية كلها. وماذا عن قولك فلنعش حياة طبيعية؟ أعتقد أننا أثناء محاولتنا عيش حياة طبيعية فربما ابتعدنا. اسمع، وأنا على الجزيرة اشتقت للمغامرة، اشتقت لنا، والآن لدينا فرصة لنقوم بما نحبه. لكن من الآن سنعمل على أساس قانوني صارم، اتفقنا؟ وأنا سأقوم بكل التصوير باستخدام كاميرات باهظة الثمن. واو، لقد فكرت في هذا بتمعن. تقريباً. لكن اسمع، قل إنك ترفض وسألغي الأمر. ماذا؟ لا 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 لا، لن أكون الشخص الذي يفسد تقاعد جيمسون المبكر، سيكون هذا قاسياً. صحيح، سيكون صعباً. الأمور الجديرة صعبة. إذن ما رأيك نيثان دريك؟ بالتأكيد، طالما لن أجري معاملات ورقية. لن أستطيع إجراءها. سأنشغل تماماً بالكاميرا، وسأنشغل بعمليات الغطس. حسناً حسناً، سنتناوب العمل. نعم، أو ألعبك على هذا. حقاً؟ اسمعي، أنا كنت أتدرب، تحسنت. لا، ازداد التفاهم بين يدي وعيني. حقاً، لا يمكن أن أفعل ذلك. تخافين منافسة؟ لست خائفة. فلتعترفي إذن، ما درجة خوفك؟ حوالي 3. ارفعي ذلك إلى 11، لأنني سأهزمك. أو حقاً؟ نعم. يا إلهي، هذا حسناً، لا بأس، اتفقنا.
أين هم؟ أمي؟ أبي؟ أي أحد؟ يوهو، ربما هجرونا. يجب أن نقيم حفلاً هنا، ولن يعرفوا. صورتهما جميلة. ها هي تنطلق. يوم مثالي، لا ينقصنا سوى باقي العائلة. أي أحد؟ لا، لا شيء. حسنا. الطعام موجود. وليسوا هنا أيضاً. حسناً، سوف أنتظر هنا. قلصت مساحة البحث قليلاً.
حللتما اللغز. أوه، من الجيد تنظيف هذه. أوه نعم، كنت مع سولي في هذه، كانت هذه المفضلة لي بالتأكيد. ماذا يوجد هنا؟ مضحك. ترك مفاتيحه. ترك مفاتيحه. هذا غير ممكن. هذا غير ممكن. أعرف هذا. ما هذا؟ القرن السادس عشر. من أين هذا؟ أوه، جراب مسدس جميل يا أبي. عملة إسبانية قديمة، لكن من أين؟ مخيف قليلاً، ولكن رائع. مرحباً. يا إلهي، واو، هنري إيفري، عملية كونزوي. مهلا، هل كنت تبحث عن كنزي إيفري؟ مستحيل. أهذا أبي؟ سيك بارفس ماجنا. العظمة من بدايات صغيرة. ما هذا؟ ما هذا؟ تباً. ها أنت. أهلاً. نبحث عنك. ماذا تفعلين هنا؟ أبحث عنكما. هيا حملنا القارب، جاهز. رائع، سألحق بكما بعد قليل. لماذا؟ أريد أن ما الأمر يا كاسي؟ حسناً، لا تغضب. قلت لا تغضب. المفاتيح. إذن ماذا رأيتي؟ لا شيء حقا، فقط هذه الصورة لكما مع سولي.
مع كنز يبدو إسبانيا وبندقية. نعم، كان لابد أن يحدث هذا، ربما علينا أن نخبره. ليست جاهزة لهذا. تعني ذلك الهراء الجنونية في الداخل؟ ألفاظ. أجل الألفاظ. أسفة، تحتفظان بهياكل عظمية في الخزانة، أو على الأقل جمجمة فضية من نوع ما. لا، أنا لست جاهزا لهذا حقا. نيت، وقت المحادثة. نعم، لقد حان الوقت. مهلا، أي محادثة؟ إنها مجرد طفلة، سنها أكبر منكما أنت والسامع عندما بدأتما هذا. الأمر مختلف وتعرفين هذا. اسمع، إن كنتما متورطين في شيء ما فلا بأس تماما، لكن أنا كبيرة لأعرف، صحيح؟ إنها كبيرة. كم عمرك؟ هاها مضحك. أمي؟ حسناً فلنرى. بدأ الأمر لي باتصال من أحد الأشخاص عن سبق صحفي لاكتشاف تاريخي هائل. لقد بدا محتالاً حقيقياً. ده محتال وسيم. لا، لم أكن قابلته. كانت تعرف. وقال هذا المحتال: إن مولت الرحلة فسأعطيك تابوت سير فرانسيس دريك. وبالمناسبة لقد نفذت الاتفاق. نعم، أوصلتنا إلى أيدي قراصنة إندونيسيين. تعرفين أنني لم تكن لي صلة. حسناً، مهلاً، اسمع، تقولين إن قراصنة هاجموكما بعدما عثرتما على تابوت سير فرانسيس دريك، صحيح؟ نعم، هذا صحيح. نعم. هراء ألفاظك. أكاذيب. أفضل. حسناً، استمر. أتعرفين؟ أشرقت الشمس، القارب جاهز والريح مناسبة. تريدين سماع القصة؟ لنكملها على القارب. هيا. انتظر، كيف بدأ فرانسيس دريك مقزز؟ لم يكن هناك، بل مذكراته فحسب وخريطة لألدورادو. مدينة الذهب؟ إنها أسطورة، ولكنها تمثال ملعون. مستحيل، حقا؟ نعم حقا، سأعود لذلك لاحقا.